بما أنه بيجي عيد الفطر عام 2021 وإحنا بنعيش في وباء كورونا، ضروري التباعد، ضروري لبس الكمامة، ياريت ما نسلم بالإيد، ياريت ما نحضن ونبوس في العيد، ياريت كبار السن ما يطلعوا من البيت ويحافظوا أنهم يبعدوا المسافات حتى لا يصابوا، لأنه عادة كبار السن هو أبوي وأبوك، أمي وأمك، فلازم نحافظ عليهم بالتباعد وما نسلم عليهم ونحافظ على صحتهم.